بقى لما اصحابه بيت ده هي شهاده كاذبه. حب اول درجه مع البر المتهم الثاني، لان الاثنين الشهود دول تحديدا ما شهدوش عليه وما شفناهوش. امال السند يبقى ايه؟ اللي استندت في القران كده بس قالوا ان التحديات لا تحدد ان تكون دليلا. دول بصراحه يعني حكم اول درجه استبعد التحريات انها تكون دليل. احنا بقى بنضيف على الحكم ما اصدره في شان هذه التحريات، بتمسك بان شاهدي الاثبات لتمسك بهم حكم اول درجه وبين عليك الحكم عليك يعني كذب بين وواضح وقاطع وصريح. الامر الثاني التحريات تناقض فوق الوصف المعني. انا النهارده عندي تحليات لضابط اسلام سمير واحمد سعيد. في بدايه الامر قالوا ان المتهم اللي تم تبريره قام بامساك المتوفي الى رحمه مولاه ايده بكتفه والمتهم الماس طعمه. وهذا الحديث لا يتحسب من هذه السنه. فمن اين اتيت بهذه التحليات؟ رجع معاك تناقض في هذه التحليات تناقض الواقع معلش وقال ان نيه القتل كانت مبينه لدى المتهم. يبقى الكلام ده منين؟ قال لان هو تبع عدو الاكل. ليه؟ قال لان في خلافات ماليه. يا معالي الفخامه دلوقتي انت ضابط واقع بتقول انك عرفت ان في خلافات ماليه بينهم من مصادرك. سئل بتحقيقات النيابه العامه طبيعه بقى الخلافات الماليه دي سالف منه فلوس مشاركه فلوس ما اعرفش. يبقى انت ما عندكش اي معلومه. النهارده لما تقول في خلافات ماليه ومش عارف اصلها ايه فانت وقفت عليها منين؟ انت اديت صوره للواقع خلاف كل ما صورت معاليه. سؤال هل هناك اصابات في المتوفي رحمه مولاه؟ قال لي اصابه واحده. بينما في اصابات اخرى. في اصابه في صدر المتهم، في صدر المتوفي رحمه مولاه حسب رساله المتهم الناس امام هذه المنطقه. النهارده ما يصح في المتهم. مجرد مشاره المتهم. حضر النيابه غير ما يكون معقلا. وده في الخلاف صرد الوقت. قال اللي حصل ان انا مشارك بتريده في تدريب الملابس دافع 5000 جنيه مع اسمه رضا وهو دافع 3000 جنيه حتى نفسه حسين. اخذ عليا الفلوس او اختلفنا نسيبنا لبعض. اتدخل ما بيننا المتوفي الى رحمه مولانا. طب انت ضربته ازاي؟ ده انا عليك تكون منتهز. قال انا الاول اتضربت من رضا علم عليا بلغه بتاع الجيل ده اللي هو جيل 20 سنه بتاع سوق حسين في بلد. فانا كان لازم اعلم عليه مش هقتله. ما كانش عندي الاكل، انا عايز ارده الضرب والمتهم كررها في حد النيابه كامل. امال ضربته ازاي وايه اللي حصل؟ قال ما عليه كان في ناس بتحوش منهم اخو الشاهد اللي هو علي رضا بيحشوني وبيشدوا ايدي وانا بضربه فجاه فرقت بالزنا. لعل هذا التصور ما عليه حسب ظن الدفاع واكررها للمره الالف، الظن هنا ليس تردد بل هو الادب والتادب. لما يكون المتهم ماسك السلاح في ايده اليمين والمبني عليه وجها لوجه يبقى انا لو انا اصلا بضربه هضربه في الناحيه الشمال. ما تجيش في اليمين مع عليك كده ابدا. الا اذا كان في شد وجذب وجذب الحوش زي ما المتهم اللي مش فاهم حاجه قال كانوا بيشدوا قدامي وانا بعادل معاهم. لان ما فيش خناقه فيهم مع بعضهم بس. ده شله مجموعه كلها بعضها كلها 20 سنه و15 سنه و16 سنه وقعوا بعض معايا. فالمتهم يقول انا بضرب وعايز اضربه مش هتبني. ما عليك احنا اتعلمنا أن مظاهر الترصد والاستعداد والتربص تركوا من جنب دليل قاطع أو السلاح الناري اللي هو أنا اقتنعته، لكن عيل عنده 20 سنة والتاني عنده 20 سنة طبيعي ده يكون مع مطوى وده كده في هذا الوصف. آخر ما لفينا معالي الرقابة المستشار الجليل المتهم الماسك أمام الهيئة الموقرة وغيره قال لهم حالة. أنا مهما قلت الحالة تلك القاعدة الشرعية القضائية معليك حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اشهر عمر رضي الله عنه رغم حكمته سيفه في وجه الصحابه جميعا من قال ان محمدا قد مات ضرب عمر مع ذلك لم يعتب عليه احد. لماذا؟ غلبه حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم. نبي الله موسى حينما عاد الى قومه فجدهم يعبدون العجل اخذ بحيلته والقى الالواح داودا وذكر مع ذلك لم يعاتب في ذلك غلبه غضبه. عمر غلبه حزنه، نبي الله موسى غلبه غضبه، فكانت الرحمه، فما بالنا بهذا الجيل معالي وفخامه المستشار، غلبه جهله، غلبه الفقر، كل الاشياء غلبه، لم يبقى له باب رحمه الا الهيكل الموقر. نفوض امرنا بالله ثم المعيه.
شكرا على السلامه. محمود عبد الحسين. سائق اوبر الخاص بفتاة التجمع، ويعني اللي حضراتكم شفتوا في اللايفات منذ قليل يعني سمعوا على الدعوة. بعدها تم يعني ايضا محاكمة خاصة بشاب كان يتشارك مع صديقه في محل، ولكن انتهت هذه الشراكة بجريمة قتل بدون سابق اصرار او بدون نية. وكانت يعني الصدمة لما صديقه وقع على الأرض، هو كان قاصد يعوره ولكن توفى في الحال. متابعينا الكرام في كل مكان، تزورونا في لايفات أخرى متابعي موقع عين مصر.